الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، صل على خليلك محمد وآله، وبك نضرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك. نسألك يا ربنا في يومنا هذا فرجا قريبا ورزقا وسعا والعافية من البلايا، ونسألك ربنا تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس، ونسألك ربنا الدرجات العلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين 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 يا رب العالمين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، وصلنا بفضل الله عز وجل إلى ختام سورة الفرقان، ونسأل الله تبارك وتعالى حسن الخاتمة على طاعته. الصفحة برقم 366. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى صفات عباد الرحمن، أو بدأ الله تبارك وتعالى ببيان صفات عباد الرحمن، فقال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من جملة عباده جل وعلا الذين نعتهم بوصفهم أنهم عباد للرحمن سبحانه جل وعلا. فبين الله تبارك وتعالى أن من صفات عباد الرحمن هناك صفات تخلية وهناك صفات تحلية. فبدأ الله عز وجل بصفات التحلية، ثم الآيات التي معنا الآن فيها صفات التخلية. يعني إيه؟ التخلي عن الرذائل، التخلي عن الأمور التي تغضب الرب سبحانه جل وعلا، المخالفة لأوامر الله جل في علاه. وبدأ الله عز وجل بصفات التحلية. صفات التحلية منها أن المؤمن لا يمشي مشية المتكبر، لا يمشي مشية فيها خيلاء وكبر. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، هو يتعامل مع سائر الناس بالقول الطيب الخالي من الايه، من الالفاظ، من الالفاظ الخالي من الامور يعني التي لا تليق بالمسلم. فقال جل وعلا: الذين يمشون على الارض هونا. الصفه الثانيه: واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. من هم الجاهلون؟ كل بعيد عن الله عز وجل فهو جاهل. كل يعني كل شخص جاهل بامور دينه فهو جاهل، حتى وان بلغ في الدنيا ما بلغ من العلم، بلغ في الدنيا ووصل لدرجة معينة، بس هو في أمور دينه مش عارف حاجة في دينه، فهذا الشخص يعد إيه؟ يعد من الجاهلين، يعد من الجاهلين. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم بيّن الله عز وجل صفة أخرى من صفات عباد الرحمن، فقال تبارك وتعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرام. يعني دايما بيدعو ربنا تبارك وتعالى ويقول: يا رب لا تجعلنا من أهل جهنم، يا رب لا تجعلنا من أهل النار، اللهم أجرنا من النار. نعم، قبلها صفة: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، وفيها قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بقيام الليل، وذكر الله تبارك وتعالى كذلك في سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم بيّن الله تبارك وتعالى صفة أخرى من صفات عباد الرحمن، وهي أن هؤلاء لا يسرفون، يعني إيه؟ مما رزقهم الله عز وجل. فالعلماء عرفوا الإسراف، إذا كان الإسراف في حق الله جل وعلا، يعني واحد بينفق ماله لله تبارك وتعالى، وحتى وإن أنفق المال بأكمله، فهذا أشبه بسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ فقال: تركت لهم الله ورسوله. أما لو أنفقت ولو يعني جنيه واحد فقط لغير الله تبارك وتعالى في أمور الدنيا، فهذا يعد من الإيه؟ من الإسراف. فالمؤمن طبعا إنفاقه يكون وسط بين الإسراف وبين الإكتار.
ثم الصفات التي معنا الآن هي صفات التخلية. يبقى شوف الصفات بدأت بصفات تحلية، قيام الليل، المشي على الأرض هون بلا كبر ولا فخر ولا خيلاء، خطاب الجاهلين بالسلام وبالقول الطيب الحسن الذي يرضي الله تبارك وتعالى، كذلك أنهم لا يسرفوا، كل هذه صفات، كذلك قيام الليل. ثم في هذه الآيات صفات التحلية، صفات التخلية. فبدأ الله تبارك وتعالى فقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام. يعني من صفاتهم لا يدعون مع الله سبحانه وتعالى معبودا آخر، عبادتهم خالصة لله تبارك وتعالى، ولا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بما أذن الله به من قتل الإيه؟ يعني إلا بالحق، بالحق الله عز وجل أجاز القتل في أمور معينة، وفي قتل حق وفي قتل إيه؟ غير حق. القتل الحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، زي مثلا إيه؟ من قتل يقتل، من قتل إيه؟ في إقامة الحد عليه، أو المرتد، واحد ارتد عن الدين فهذا عقوبته في الإسلام إيه؟ القتل. أو الزاني المحصن اللي هو المتزوج ويزني، فهذا سواء كان رجل أو امرأة فمعلوم أنه يقام عليه الحد ويقتل. إزاي؟ بيحطوه في حفرة ولا يظهر منه إلا إيه؟ إلا رأسه فقط، ويعني إيه؟ يردم كده في الحفرة إلى إيه؟ إلى صدره، وبعدين الناس كلها تفضل تنشل على رأسه إلى أن إيه؟ إلى أن يموت، يموت بالرجم. فالرجم للشخص اللي هو الايه؟ المتزوج الزاني، عافانا الله عز وجل واياكم واياكم من ذلك. ثم قال تبارك وتعالى: ولا يزنون ومن يفعل هذه الكبائر يلقى يوم القيامة أثاما، يعني عقوبة على ما ارتكبه من الإثم، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، يعني العذاب بتاعه مضاعف يوم القيامة ويخلد في العذاب ذليلا حقيرا، إلا من تاب. وهنا فتح الله عز وجل باب التوبة حتى أمام هؤلاء الذين ارتكبوا الكبائر، فقال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم. يعني لكن من تاب إلى الله عز وجل وآمن وعمل عملا صالحا يدل على صدق توبته، واللي يبين أنه صادق في توبته هو تاب، يبقى بيقرب لربنا تبارك وتعالى ويبدأ يعني يغير من إيه؟ من أخلاقه. فأولئك يبدل الله عز وجل سيئاتهم حسنات، يعني السيئات تتبدل حسنات بكرم الله عز وجل وكان الله غفور رحيما، يعني غفور للذنوب من تابع من عباده، رحيما بهم سبحانه جل وعلا. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب، يعني من تاب إلى الله وبرهن على صدق توبته بفعل الطاعات وترك المعاصي فإن توبته توبة مقبولة عند الله جل وعلا. يبقى في شروط للتوبة، يبقى تاب وآمن وعمل عملا إيه؟ صالح. وبعدين جت الآية اللي بعدها تأكيد: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وشروط التوبة طبعا ثلاثة كما هو معلوم: الندم والأقلاع، رقم ثلاثة العزم على عدم العودة إلى هذه المعصية مرة أخرى. وفي شرط رابع لو المعصية دي متعلقة بحد من الناس، زي واحد وكل مال واحد، واحد شتم واحد، واحد اغتاب واحد وكلم في حقه، الكلام ده كله، يبقى في هذه الحالة ايه؟ لا بد من رد المظالم الى اصحابها، وهذا هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم المفلس. ثم قال جل وعلا من صفات عباد الرحمن كذلك صفات تخلية، يعني البعد عن الرذائل والأمور القبيحة، فقال: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يبقى الجماعة دولت الذين لا يحضرون الباطل. الزور كل مجلس فيه غيبة فهو زور، كل مجلس فيه يعني مجلس مثلا فيه أمور تغضب الله سبحانه جل وعلا فهذا المجلس يعد مجلس إيه؟ زور. انت ماشي في الشارع مريت بجماعة جالسين وعملين بيغتابوا ينموا في الناس، يبقى ده مجلس زور ولا لا؟ ده مجلس زور،
الجماعة قاعدين على باب بيتهم وعمالين يغتابوا الناس ويتكلموا في حق الناس، ده مجلس زور ولا تجلس معاهم؟ وفرصة ماشي، انت ماشي في الشارع ولقيت مثلا حفل غناء سافر وامور قبيحة تغضب ربنا سبحانه جل وعلا، تقف تتفرج ولا تمر على هذا المكان مرور الكرام؟ واذا مروا باللغو ايه؟ مروا كرامة. والزور طبعا ايه شهادة الزور؟ النبي صلى الله عليه وسلم عدها من الكبائر، من الكبائر. يبقى الذين لا يحضرون الباطل كمواطن المعاصي والملاهي المحرمة، واذا مروا باللغو من ساقط الاقوال والافعال مروا مرورا عابرا مكرمين او مكرمين انفسهم بتنزيهها عن مخالطته، يعني ما لهمش دعوة بهذه الاماكن التي تغضب الرب سبحانه جل وعلا. وطبعا الناس سمت مجالس الزور على غير مسمياته، الناس طبعا او الشيطان زي الناس خلاهم سموا كل يعني المجلس الزور يسموه مثلا حفلة، يسموه جلسة انس، يسموه مش عارف ايه الكلام ده كله، فبدلنا في المسميات. الشيطان من تزيين الشيطان، تزيين الشيطان للإنسان ان يخلي الإنسان يسمي المعاصي على غير ايه أسماء. يعني مثلا خمر يسموه ايه؟ شرابا، يسموه ايه؟ شرابا او مشروبات روحية. الميسر يسموه ايه؟ يعني حظا. الغناء اصبح فن، الرشوة اصبحت قهوة، يقول لك هات القهوة هي رشوة. الاختلاط اصبح تحضرا، التبرج اصبح اناقة، يقول لك ده اناقة. التعري اصبح حرية، الزنا اصبحت علاقة عابرة. الامر بالمعروف للأسف يسموه ايه؟ تزمتا. واحد بيأمر معروف يقول لك ده متزمت، متزمت يعني متشدد. يعني النهي عن المنكر اصبح ايه؟ تخلفا، يقول لك ده عايز يرجعنا لعهد الصحابة. يعني عهد الصحابة كان عهد تخلف؟ يعني سبحان الله، يعني كلام يغضب ربنا سبحانه جل وعلا. إبليس كان صريحا معنا منذ البداية وأخبرنا بأنه سوف يضلنا في الدنيا ويتخلى عنا في الآخرة، ولكن غالب الناس سم بكم عمي فهم لا يعقلون. كلام يحزن القلب في زمن تحضر الناس فيه في الدنيا وتخلفوا في الدين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه مردا جميل. ثم ذكر الله عز وجل من صفاتهم فقال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان. يعني الجماعة دولت برضو ربنا جعلنا منهم إذا ذكروا بآيات الله المسموعة والمشهودة لم يصموا آذانهم عن الآيات المسموعة ولم يعموا عن الآيات المشهود. لما بيسمع كلام ربنا بينقاد ويعمل بما أمر الله عز وجل، بينظر إلى الآيات الكونية ويتفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يعني من صفاتهم يقولون في دعائهم لربهم: ربنا أعطنا من أزواجنا ومن أولادنا من يكون قرة عين لنا لتقواه واستقامته على الحق، وصيرنا للمتقين أئمة في الحق يقتدى بنا. يعني ده دعوة جميلة يا ريت نتعلمها: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يعني أكنك بتقول يا رب مش عايز أشوف في أولادي يا رب ما يعني يسوء عيني أو ما يغضبني أو ما يكرهني. يعني مثل هذه الأمور دعوة من الدعوات الجميلة أن ربنا تبارك وتعالى يصلح الذرية، يجعل الذرية على طاعة الله تبارك وتعالى. وكمان لما بيدعوا عايزين ربنا يرزقهم بذرية، مش عايزين أي ذرية كده وخلاص، لا هم عايزين ذرية صالحة، كما في دعاء زكريا عليه السلام: رب هب لي من الصالحين. ده دعاء سيدنا إبراهيم، دعاء سيدنا زكريا برضو على نفس الإيه؟ على نفس النحو. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. يعني أولئك المتصفون بتلك الصفات يجزون الغرفات العالية في الفردوس الأعلى من الجنة. يا رب نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل بسبب صبرهم على طاعة الله، ويلقون فيها أو يلقون فيها من الملائكة
الملائكة تحييهم بالسلام ويلقون فيها من الملائكة بالتحية والسلام ويسلمون فيها من الآفات خالدين فيها، يعني ماكثين فيها، ما فيش خروج تاني من الجنة، خلاص الحياة في هناك مخلدة، لا موت، لا ما فيش نهاية، حسنت مستقرا ومقاما، يعني حسنت مكان استقرار يستقرون فيه ومكان مقام يقيمون فيه. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. يعني قل أيها الرسول لهؤلاء الكفار المصرين على كفرهم، ما يباري بكم ربي لنفع يعود إليه من طاعتكم لولا أن له عبادا يدعونه دعاء عبادة ودعاء مسألة. فقد كذبتم الرسول فيما جاءكم به من ربكم فسوف يكون جزاء التكذيب ملازما لكم. يستفاد من الآية الكريمة رقم واحد من صفات عباد الرحمن البعد عن الشرك، البعد عن الشرك وتجنب قتل النفس بغير حق. يعني ايه البعد عن الشرك؟ هو احنا هنعبد اصنام؟ لا، مش هنعبد اصنام، بس ما تخليش الهوى بتاعك الهك، زي الايه اللي مرت معانا، ارايت من اتخذ الهه هواه، هو ماشي تبع هواه كده وخلاص ومزاجه وعايز يعمل كل شيء تملي اليه نفسه الاماره بالسوء. برضو اجعل عبادتك خالصه لله جل وعلا، ما تصليش عشان الناس يقول عليك مصلي، ما تقراش القران عشان الناس تقول عليك قارئ، ما تنفقش عشان الناس تقول عليك منفق، لكن اجعل عملك خالص لله تبارك وتعالى. ما تفضلش تتباهى بالامور الدينيه اللي انت بتعملها، تقول ده انا كل يوم بجلس للشروق في المسجد، ده انا كل يوم بقرا مقدار معين من القران، بيقول الكلام ده على سبيل الايه؟ التباهي كده عشان الناس يقولوا عليه صالح يعني. لا، اجعل عبادتك خالصه لله تبارك وتعالى، ما تعمل العمل قول ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تبقى خايف من عدم القبول. يبقى ده مفهوم اوسع لمساله اللي هي الشرك. كذلك تجنب قتل النفس بغير حق، والبعد عن الزنا، والبعد عن الباطل، والاعتبار بايات الله، وكذلك الدعاء. كذلك يستفاد التوبة النصوح تقتضي ترك المعصية وفعل الطاعة. كذلك الصبر سبب في دخول الفردوس الأعلى من الجنة. كآخر حاجة غنى الله تبارك وتعالى عن إيمان الكفار، وربنا تبارك وتعالى محتاج لإيمانهم. ربنا سبحانه جل وعلا يعني لا يحتاج لعباده جل وعلا. ولذلك نختم بهذا الحديث القدسي، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا للتوبة النصوح يا رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.